شريف الشوماشي كاتب وإعلامي، تخرج في كلية آداب القاهرة قسم اللغة الفرنسية، عمل محرراً دبلوماسياً بمجلة المصور، وعمل بأمانة منظمة اليونسكو في باريس ووكيل أول وزارة الثقافة للشؤون الخارجية ومديراً لمكتب الأهرام في باريس لمدة 17 عاماً. أصدر 15 كتاباً من بينها هل فرنسا عنصرية؟ وكتاب ثورة المرأة، وكتاب مستقبل مصر بعد الثورة، وكتاب الشيخ والفيلسوف. وقدم شريف الشوباشي نشرة الأخبار في التلفزيون المصري باللغة الفرنسية في الفترة من عام 1974 وحتى عام 1980، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفاً للفنان حسين فهمي في الفترة ما بين عامي 2002 و2006.